أبرز مواقع تمركز قوات الاحتلال في هذا اليوم بالتحديد؟ مواقع تمركز قوات الاحتلال لم تتغير منذ أيام، ولكنها لا زالت في محورين رئيسيين. الأول في شمال غرب قطاع غزة في منطقة تعرف بالكرامة. هذه المنطقة يعني مقاربة للبحر لخط الطريق الساحلي. هنالك تدور معارك واشتباكات بينها وبين المقاومة الفلسطينية، وتحدث يعني بعض هذه المواجهات والخسائر فيما بين الطرفين. المحور الثاني هو في جنوب مدينة غزة في منطقة يعني محاذية أو مقاربة لمنطقة نتسريم، وهي مستوطنة سابقة قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتحديدا في شارع يسمى شارع 10، وهو يبعد بعض كيلومترات فقط عن طريق البحر شارع الرشيد. يعني يمكن أن نقول أنها بهذين التمركزيين البريين هي تحكم القبضة أو تحكم السيطرة على منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة. بالإضافة لهذين المحورين البريين المتمركزة فيهما، هنالك أيضا محاور أخرى يتم فيها اشتباكات التوغل لبضع كيلومترات أو مترات، ويتم اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية هناك. المحور الأول في شمال شرق قطاع غزة مدينة بيت حانون ومنطقة إيرز، الثاني شرق حي الشجاعية وشرق الزيتون في المناطق الشرقية لمدينة غزة، والثالث في منطقة شرق خان يونس، وهو يشهد يعني بين الفترة والأخرى يعني مواجهات شديدة يمكن سماعها من مدينة خان يونس لمن يتواجدون فيها. نعم نور. المحور الأخير هو شرق لبريج، وتحدث به نور. أحيانا اشتباكات. إذا سمحتي لي نور، لدي محاور عديدة ونريد الاستفادة من الوقت، خليني أسألك عن كم عدد المفقودين تحت الركام في هذا اليوم في آخر إحصائية لديكم؟ آخر إحصائية عن وزارة الصحة قالت أن هنالك ما لا يقل عن 2050 مفقودا تحت الأرض. على الأقل هنالك 1500 طفل بين هؤلاء المفقودين. طيب. هناك مستشفيات رئيسية الأندونيسي والشفاء وأيضا مستشفى القدس، ما هي الأحوال من حولها ومحيطها أيضا؟ فيما يتعلق بمستشفى الشفاء، يعني قبل أقل من ساعة تم استهداف سطح أحد مباني مستشفى الشفاء بصاروخ من طائرة استطلاع. يعني تم استهداف سطح هذا المبنى، وهي المرة الأولى يعني التي يتم فيها استهداف سطح أحد المباني من مباني المستشفى. حدث بعض الإصابات في المكان، وكذلك تم تدمير الخلايا الشمسية المغذية لهذا المبنى الرئيسي، بمعنى أن هذه الخلايا بديل عن الوقود، تم تدمير هذه الخلايا الشمسية. الاستهدافات في محيط المستشفيات أيضا مستمر، في تل الهواء مستشفى القدس، الأندونيسي أيضا مستمر الاستهدافات فيه. طيب. وتوقف أصلا الأندونيسي عن العمل أعلن خلال صباح هذا اليوم بسبب نفاذ الوقود. ما هو جديد الأخبار حول معبر رفح وأيضا المصابين هناك؟ معبر رفح أعلنت هيئة المعابر قبل قليل وصول قافلة من الجرحى إلى معبر رفح البري، على الأقل هي من 30 جريحا برفقة من الصليب الأحمر، حيث رافقتهم منذ خروجهم من المستشفيات إلى معبر رفح. وبناء عليه أعلنت هيئة المعابر أيضا استئناف خروج الأجانب وحملة الجواسات والجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة. ماذا عن الاتصالات والإنترنت؟ الاتصالات والإنترنت يعني ضعيفة جدا في وقت توفرها. آخر مرة قطعت فيها الاتصالات والإنترنت كانت منذ الأمس الساعة 6:30 مساء، وبعد ذلك عادت الساعة 9 صباحا تقريبا، عادت ولكنها ضعيفة جدا، يعني بمعنى أنه أحيانا الشبكات تتوقف لبعض الدقائق ومن ثم تعود. الإنترنت يعني في أماكن التقوية موجود بشكل جيد، ولكن في أماكن لا يوجد فيها تقوية لإشارات الإنترنت فهو ضعيف جدا ولا يمكن للناس التواصل فعليا. نعم. وهذا يعني خطورته تكمن في واضح. عدم القدرة على التواصل مع الإسعاف في حال الاستهدافات والإصابات كما حدث واضح. بالأمس. شكرا ومقدر لك، كنت معي من غزة الزميلة نور أسويركي.